إن الشباب هم الهبة، بجوارهم تحل الحياة. من رمى منهم همة فلسوف يلقى المعجزات. بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثبات. فسل العلا عن خالد سيف الإله على الطغاة، وسل الندى عن طلحة ذي همة في المكرمات. إيمانهم في صدقهم، إخلاصهم حبل النجاة. هجروا الملاهي والخنا وتسابقوا في التضحية. إن الشباب هم الهبة. أحد الصحابة وقال دينك دينك لحمك ودمك، انظر عمن تأخذ دينك. فإذا أردت أن توجه رسالة للشباب الذين يأخذون دينهم أو علمهم من وسائل التواصل الاجتماعي، أولا يجب إذا دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي أن تستوصف من الشيخ الذي تأخذ منه، وأن يكون عالما مسلما له أسانيد، وتعلم الدين بطريقة نظامية معروفة، وأن يكون مشهود له العلم من علماء عصره، وألا يكون مخالف لعلماء المسلمين حتى يكون كلامه مطابق لعمله، وأن يكون عمله مطابق لنصائحه. فأولا أنا أريد أن أعود للنقطة المهمة، وهي أن التعرف على النبي يزيد محبة المسلمين، وإذا زادت محبة النبي في قلبك، لأن محبة النبي هناك كل المسلمون يحبون النبي بعقله، وقليل منهم الذي يحب النبي بقلبه. الحب العقلي كل المسلمين يقولون أننا نحب النبي، وإلا ليس يكون مسلم، لكن الحب إذا انتقل من العقل إلى القلب صار لا علة له، لأن الحب إذا كان له سبب يبقى ليس حب. الحب ليس له علة إلا الحب. فإذا سألت الأم لما تحب ابنك، لا يوجد علة، لأنه ابني لا تستطيع أن تكرهه. نحن نريد أن نصل إلى محبة النبي إلى الحب القلبي الذي نقدمه فيه على أرواحنا وعلى أنفسنا وعلى كل شيء، وهذا لا يتم إلا بالتعرف على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآه بديهة نابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فحب النبي يأتي بالمخالطة والمعرفة، بقراءة سيرته والجلوس مع من يحبه، وسماع العلماء الذين يشتهرون بمحبتهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحبيب الأمة له. ولابد أن نتعرف على النبي حتى نتخلق بأخلاقه. سيدنا عمر بن الخطاب في أول أمره عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحبك ولكن يعني نفسي أكثر، قدم نفسه لأنه أحبه بعقله بالمنطق، لأن لو فقد نفسه فقد الوسيلة التي يحبها ذلك، فالنفس تكون مقدمة، العقل بيقول كده، لكن النبي ربط على قلبي وقال: لا يا عمر، حتى يكون أحب إليك من نفسك. فانتقل في مع ضربة النبي على قلب سيدنا عمر، حب النبي من عقل سيدنا عمر إلى قلب، فقال: الآن أنت أحب إلي يا رسول الله. فلا بد أن يكون النبي مقدم عندنا، فإذا كان النبي مقدم عندنا تزول عنا كل شبه متعلقة به صلى الله عليه وسلم وبآله وبأمته وبشريعته صلى الله عليه وسلم. القصيدة التي كتبتها في الرسوم المسيئة عليه السلام ضمن الشعر الذي كتبته في مسيرة حياتك، وهذه آخر القصائد التي كتبتها، حبذا لو تتحفنا بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصراحة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يتجدد مع الشباب، فحبه صلى الله عليه وسلم بدأ معنا منذ نعومة أظفارنا، فكثيرا من أسمائنا كانت ونحن صغار يسموننا محمد، حتى أكثر اسم في العالم، حتى بعض محمد، حتى أن بعض أسمائنا المركبة محمد كذا. فبدأنا في أول شبابنا مع قصيدة معينة، ثم في أوسط شبابنا في حلقات الماضية في قصيدة قلناها في أوسط الشباب، والآن نحن مع رئيس الوزراء الهندي قبحه الله،
في السنة الماضية 2022، حيث في الشهر الخامس أذكر في آخر الشهر الخامس تكلم عن نبينا كلاما لا يليق به، وهذا الكلام مردود على وجهه، فقلت هذه القصيدة في آخر مرحلة الشباب، قلت فيها وعنوانها الصارم البتار. طبعا قبل أن تبدأ بالقصيدة، يعني هي رسالة موجهة للشباب، الدفاع عن دينك أيها الشاب بلسانك بيدك بما تستطيع أن تدافع به عن دينك. تفضل وأنت تدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول القصيدة وعنوانها الصارم البتار في الرد على عبادة الأبقار: ماذا تشدق عابد الأبقار، وعلى ما يهذي أسخف الكفار، يا أيها الهندوس يكفي أنكم تتعبدون مواطئ الأثوار وتقدسون العجل في طرقاتكم، بل تشربون نجاسة الأبقار. ما أقبح الجهل المركب عندكم، تمشون حفيا فوق حر النار، من يحرقون الميت فوق سفينة تذروه ريح آخر الأقطار، من يجمعون رفاته بزجاجة، أو قد سمعنا مثل هذا العار. تتطاولون على النبي محمد، روحي الفداء لسيد الأحرار، قد كانت الدنيا قبيل مجيئه مملوءة بالظلم والأخطار، لكنه نقل الوجود إلى الهدى، ومن العمى للنور والإبصار، فتح القلوب بخلقه وبخلقه، شهدت بذاك أباعد الأمصار. فتح القلوب بدينه وبعدله، ومن اعتدى فبسيفه البتار. قرآنه فاق البلاغة معجزا، آياته مستودع الأسرار، هذا رسول الله قاد حضارة من أجمل الأخلاق والأفكار، خاض الحياة معلما وموجها ومؤسسا لحضارة الأبرار. قبحت يا مودي وقبح زعمكم، زعم سخيف خاطئ المعيار، فدع المكارم والعلا لنبينا، واذهب لتشرب بولة الأبقار، وذر المفاخر والعلا لمحمد، واذهب لتشبع جوعة المليار. قولوا له عظماء أرضك كلها دانوا له بالفضل والإكبار. فمحمد شمس تنير حياتنا، ما ضره عمي بلا أبصار، ومحمد تاج على هاماتنا رغم العدا وسخافة الثرثار، ومحمد علم يزلزل كفرهم، ما ضره حجر من الأحجار. يا سيد السادات، تلك قصيدتي خدم لطهر سموك المعطار، هي وردة قدمتها لمحمد، أشواكها في أعين الكفار، أهديتها متواضعا علي بها أمي تنال شفاعة المختار. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تكرمنا بها جسدا وقلبا وروحا. اللهم يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا من قبل الأزمنة والدبور، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، علمك بالحال يغني عن السؤال. اللهم حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال ترضاه لنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم يا عز كل ذليل، يا غنى كل فقير، أغننا بالافتقار إليك، لا تحجنا إلا إليك، إذ الأمر منك وإليك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا،
ومن كل ضيق مخرجا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل شهداءنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا يا قوي يا متين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يركنون إلى سبات، فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة. إن الشباب هم الهبات، بجوارهم تحلو الحياة، من رمى منهم همة فلسوف يلقى المعجزات.